عشرات الآلاف من الخريجين توجهوا منذ ساعات الصباح الباكر إلى امتحان التوظيف في سلك التربية والتعليم، خريجون يتقدمون للامتحان للمرة الأولى وآخرون يحاولون منذ سنوات. على الحظ يقف إلى جانبهم هذه المرة، خاصة مع قلة فرص العمل في مختلف المجالات. لأي سنة بتقدمي هاي؟ هاي السنة الثامنة. وليش لساتك يعني مستمرة في التقديم لامتحان التوظيف رغم انه لك 8 سنين بتقدم؟ هيك يعني ما فيش اشي اعمله، كمان بجيب يعني انا بجيب ترتيب منيح، يعني كل ترتيبي كان اكتر اشي كان 8 والسنة الفاتت كان 5، ومع هيك ما بتعينش ولا حتى بديلة. والله السنة الثامنة. طب وشو رأيك بالامتحان بشكل عام؟ الامتحان دائما يعني احنا بنحس انه احنا بندخل على الامتحان وبنطلع مبسوطين، بس العلامة اللي بنحصل عليها دائما مش هي اللي بنتوقعها. يمكن هاي السنة الثالثة مش كثير ايدي بقدمه، بس الأسئلة كثير شوي صعبة، بتكون معقدة. ما بضل في عندي تفاؤل يعني، الا بيكون في شكوك يعني، بس انه بنقدم على الاقل بيكون في لنا اسم في التربية. المشكلة انه ما في وظائف، يعني على سبيل المثال السنة ممكن المتقدمين في منطقة رام الله والبيرة للإرشاد يفوق 300 متقدم، هسه التوظيف راح يكون ممكن لفرد السنة، هاي هي الإشكالية اللي بيعانوا منها كل الخريجين. امتحان نوعا ما منيح، بس انه يعني انه ما فقلونا انهم بدهم 2000 يعني ل2000 وظيفة بس، وإنه في كم هائل يعني بيقدموا، فشو بدهم يختاروا لا يختاروا يعني. 43,000 خريج من 33 تخصصا من مختلف الجامعات يتنافسون على 2000 وظيفة معلم. هذه الفجوة بين عدد المتقدمين وعدد الوظائف نشهدها كل عام، وفي وقت تصل فيه نسبة البطالة بين خريجي الجامعات إلى 70%، قررت وزارة التربية هذا العام رفع علامة النجاح من 60% إلى 70%. ما نأخذه في وزارة التربية والتعليم مرتبط مباشرة بطاقتنا الاستيعابية، ولا نستطيع تجاوز هذه الخطوط. لذلك للأسف يعني نحن نعتبر من أكبر الموظفين حاليا في القطاع العام، ولكن حتى هذا لا يكفي مع أعداد الخريجين. مهم التركيز على المشاريع الصغيرة، مهم التركيز على القطاع الخاص والمبادرات الشبابية التي نراها من حولنا، أن توحد الجهود من أجل بناء مشاريع صغيرة. وخلال جولة تفقدية لقاعات الامتحان، أعلن رئيس ديوان الموظفين عن البدء اعتبارا من العام القادم باعتماد النظام الإلكتروني، والذي يتيح للمتقدمين معرفة نتائج الامتحان مباشرة بعد الانتهاء منها. خدنا قرار حاسم بأن تكون الوظائف من خلال امتحان إلكتروني، وبالتالي المتقدم الوظيفة قبل أن يغادر الجهاز الحاسوب سيحصل على العلامة التي حصل عليها، وبالتالي لا يستطيع بعد ذلك أن يذهب لأهله ويقول أنه أنا كنت ممتاز لكن أكيد هذه الوظيفة راحت للسينة وجيب. وسط دعوات مليحة للتوجه للتخصصات المهنية التي يفتقدها سوق العمل، بات الحصول على وظيفة كريمة أملا وحلما لكل خريج وخريجة. من مدينة رام الله وفاء عروري، تلفزيون وطن.